متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس صافي 21 درجة مئوية، الملموس 20، الرطوبة 16%، أما الرياح خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم غد الاثنين. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، سكاكا 28 إلى 17، عرعر 27 إلى 18، تبوك 31 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة، طقس مشمس 35 إلى 22، جدة طقس مشمس أيضا 35 إلى 22، مكة المكرمة 38 إلى 27، الطائف 29 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة طقس مشمس 27 إلى 19، الأبهى تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 17، جازان تفرق لبعض الغيوم أيضا 34 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 33 إلى 22، حفر الباطن طقس صافي أيضا 30 إلى 22، أما الإحساء 35 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الوسطى، طقس مستقر، الرياض طقس مشمس 34 إلى 21، بريدة 30 إلى 19، حال 29 إلى 15. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.